عندنا السماد مالتي فرتان، وده عبارة عن سماد فيه العناصر الكبرى اللي هي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم. نتكلم عن الطاقة الإنتاجية للمصنع. الطاقة الإنتاجية للمصنع هو ممكن يشتغل ورديتين، الوردية تطلع 2000 كيس. بالنسبة للمخصب هنا والأسمد ليه معاملة خاصة في التخزين، احنا طرق التخزين يا سليم بقى؟ طرق التخزين عندنا حضرتك بنحط كل صنف من الخامات اللي عندنا، كل صنف على حدة لوحده. الدعم اللي احنا بنقدمه له تقاوى عملية الإنتاج. لما بننزل عموما احنا المنافس بنبيعه بسعر البورصة. استيراد عبور تسمين، عشان تعمل القرية النموذجية لابد ان ما تبقاش انت لوحدك اللي تشتغل فيها.